بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مذاكرة ومدارسة قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، قاعدة في الوسيلة، وكذلك ما ثبت في الصحيحين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سم بالله سم بالله بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأئمة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. بيّن عمر رضي الله عنه أن العبادات مبناها على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان دين الإسلام مبيناً على أصلين، مبنياً على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، لا يشرك به شيئاً، والثاني أن يعبد الله بما شرع من الدين، لا يعبد بشرع من شرع من الدين ما لا يعبد بشرع من شرع من الدين ما لم يأذن به الله، لا يعبد بشرع من شرع من شرع من شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كالذين قال فيهم: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأخبر عمر بأن لم نقبلك نرجو منفعتك ونخاف مضرتك، كما كان المشركون يفعلون بأوثانهم، بل نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك وقد أمرنا الله باتباعه، فصار ذلك عبادة مشروعة لما قبلتك. نعم. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أنه لما بدأ طوافه وقف على الحجر، وهو الحجر الأسود، وهو أشرف ما في الكعبة من جهاتها، قال عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني مع ما في الحجر الأسود من الفضيلة واستحباب استلامه، فإن من استلمه كأنما استلم يد الله جل وعلا، وأنه أشرف جهات الكعبة، وأن من عنده يبدأ الطواف، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. في هذا الإشارة إلى أصلي، الأصل الأول أن أشرف جهات الكعبة وهو الحجر الأسود الذي هو أقدس ما في الكعبة من الجهات، هذا منزلته، إذن ما سواه من أجزاء الكعبة من باب أولى. الأمر الثاني أن التقبيل للحجر الأسود وبدء الطواف به ليس فيه تعظيم للحجر بمعنى العبادة والتذلل للحجر، وإنما هو عبادة لله بتقبيل هذا الموضع، لما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة أي عبادة لا تصح إلا بهذين الشرطين، هما شرط العبادة. الشرط الأول أن يكون العمل أو العبادة تكون خالصة لله عز وجل، لا حظ فيها لأحد غيره، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي قول الله جل وعلا في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، فلا يقبل الله جل وعلا دينا تعلقت به شائبة لغيره، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركاه، ترك الله جل وعلا هذا العامل وشركه وما تعلق به. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد للبدع كلها، البدع والشرك، لأن البدع والشرك والمعاصي كلها لم يشرعها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله جل وعلا يقول عائبا على المشركين: أم لهم شركاء، أي شفعاء ومعظمين ومتبوعين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والدين الذي أذن الله به ما هو؟ ما بعثه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي أذن الله به، وما سواه لم يأذن الله به. ولهذا من معاني الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في حديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا لفظ مسلم. في اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي هو الذي شرع لنا تقبيل الحجر واستلامه والإشارة إليه، لو لم يفعل ذلك النبي ما فعلناه. لكن الناس إذا غلوا في أمر اعتقدوا فيه نوع التعظيم، فعمر رضي الله عنه من فقهه ومن كمال علمه ومن استقامته قال هذا القول، حيث علم أنه حجر لا ينفع ولا يضر، ولولا أن النبي قبله ما قبله عمر. وقد مرت معنا سبع سنن تتعلق بالحجر الأسود، من يذكرها؟ تقبيله واستلامه، استلامه من غير تقبيل، تقبيل من غير استلام، لا لا، بمحجن أو بعصا أو بغيرها، نعم، وتقبيل الموضع الذي لامسه، ها، الإشارة إليه، باقي ثنتين، غيرها ذكرها، وضع الخد والجبهة يعني كالسجود عليه، هذه السادسة. أكملها أن يضع جبهته وخده ويقبله ويستلمه، هذه سبع سنن جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود. الركن اليماني، ما هي السنن الواردة فيه؟ الاستلام من غير تكبير، من غير تقبيل، ومن غير إشارة، يستلمه استلاما من غير تقبيل ومن غير تكبير ومن غير إشارة. طيب، لما لا يستلم الركنان الشاميان؟ نعم، لأنهما ليس حد الكعبة من الجهة الشمالية، وإنما حطمت النفقة، أي قصرت نفقة قريش حتى جعلوا هذا الحضار الشمالي أو القوس الشمالي الذي يحد الكعبة. فلهذا لا يستلم الركنان الشاميان. ولما استلم معاوية رضي الله عنه الأركان الأربعة استدرك عليه ابن عباس، فقال: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تفضل أنت.
وتفضل بعد انت. لماذا لم يبني النبي عليه الصلاة والسلام البيت؟ لما لم يبنه على قواعد إبراهيم ويتم بناء الكعبة إلى موضع القوس الشمالي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يكمل بناء البيت حيث قصرت نفقة قريش عن إكماله؟ حديث عهد من هو؟ أي نعم، بيّن النبي ذلك لأن قريشا ابتدعت في بناء الكعبة بدعا، منها أنهم لم يبنوها كلها على قواعد إبراهيم، ومنها أنهم رفعوا الباب حتى صار الباب في قامة الرجل لئلا يدخل الكعبة إلا من أرادوا ويمنعون دخولها من لم يريدوا. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بالأرض، باب يدخل منه وباب يخرج منه. لكن لما لم يفعل النبي ذلك ومات، ولم يفعله الصحابة بعده بأمره أو باجتهادهم، دل على بقاء الأمر على ما كان، لأن لو كان هذا الفعل من الشريعة لأوصاهم بها كما أوصاهم بغير ذلك، فقد أوصاهم بأن لا يبقى في الجزيرة دينان، وأن يخرجوا اليهود والنصارى من الجزيرة، أمرهم بذلك وفعلوه بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم. أثابكم الله. لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله، بل لا نعبد إلا الله بإذن الله، كما قال لنبيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبين أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه من الشرع لا بما لم يأذن به، كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. يقول الشيخ: لسنا كالنصارى. النصارى الذين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام هم النصارى. قال: لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله. هل النصارى مشركون؟ مشركون، لكن هل هم مشركون؟ لماذا؟ يعني من لم يتبع دين الإسلام يكون مشرك ولا كافر؟ أنا اللي أسأل، ما هو أنت اللي تسأل، أنا اللي أسأل. شوف يا حبيبي، أنا اللي أسأل في باب الدرس. أصبر أصبر يا أخ. اللي يسأل من هو؟ أنا. النصارى مشركون أو غير مشركين؟ وإذا كانوا مشركين ما شركهم؟ وإذا كانوا كفار ما كفرهم؟ أوجه السؤال لك أنت. السؤال لأخينا، من أراد أن نجيب ويرفع يده نسأله إن شاء الله. طيب، هل هم مشركون؟ هل هم مشركون؟ هذا الغلط الذي وقع فيه أكثر الناس، ظنوا أن الشرك فقط بعبادة الأصنام، وهذا غلط. ليس الشرك محصورا بعبادة الأصنام. طيب، من عبدوا الأولياء؟ ما عبدوا أصناما. ليس الشرك محصورا بعبادة الأصنام، لكن من مظاهر الشرك عبادة الأصنام وعبادة الصالحين وترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك
لأنه اتبع هواه في خلاف مراد الله عز وجل. النصارى مشركون وكفار، بماذا أشركوا وبماذا كفروا؟ كفروا ها؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأشركوا لما دعوا عيسى، قالوا باسم الأب والابن وروح القدس، استعانوا بالابن واستعانوا بروح القدس، وهذا شرك. إذن وقعوا في الشرك وقعوا في الكفر. لسنا كالنصارى الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله، عبدوا عيسى واعتقدوا أنه مخلصهم ومنجيهم، وعبدوا أمه، ضربوا لهم التماثيل وخضعوا لهما وسجدوا أمام تماثيلهما مع كفرهم بآيات الله. لسنا كالمشركين الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله. مشركو قريش عبدوا هبل والعزى، مشركو العرب عبدوا منات، مشركو ثقيف الطائف عبدوا اللات، مشركو المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم عبدوا منات بغير إذن الله عز وجل. طيب أهل البدع ماذا عبدوا؟ عبدوا أهواءهم واتبعوا أهواءهم بغير ما أذن الله عز وجل. هذا معنى كلام الشيخ: لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله، بل لا نعبد إلا الله بإذن الله، كما قال الله لنبيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإيش؟ بإذنه، بإذن الله عز وجل، أي بما شرعه الله. ولهذا كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بإذن ما شرعه ربي جل وعلا. نعم، ثابكم الله. وكذلك قال عمر في الرمل الآن والإبداء عن المناكب: وقد أطل الله الإسلام ونفى الشرك وأهله، ثم قال: لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلناه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في عمرة القضية بالاطباع وبالرمل وبالرمل ليري المشركين قوتهم، ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا بقعيقعان جبل المروة ينظرون إليهم. ثم إنه لما حج الطبع ورمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فجعل ذلك شرعا لأمته، فبين عمر أنه لو لم يشرع ذلك لما فعلناه لزوال السبب الذي أوجبه إذ ذاك. نعم، من شعائر الطواف، طواف الإنسان وهو محرم، أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يضطبع، وهو أن يبدي المنكب الأيمن. المنكب اسم للكتف والعضد. هذا الرمل والاضطباع لهما سبب، لما زال السبب واستمر فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهما دل على أن هذا الفعل مشروع، ليس أنه فعل مناط بسببه. ما سبب مشروعية الرمل والاضطباع؟ النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، وتسمى عمرة القضية وتسمى عمرة المقاضاة، وهي عمرته متى؟ في السنة السابعة من الهجرة، لما قاضى أهل مكة في الحديبية على أن يرجعوا تلك السنة ويعتمروا من قابل، فسميت العمرة بعمرة القضاء أو المقاضاة أو القضية. قال أهل مكة: الآن يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم، أي أضعفتهم حمى يثرب. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام
قولهم، بلغ النبي قولهم، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة. ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. ليس الرمل ما يصنعه بعض الناس خصوصا الأعاجم بهز الكتفين أثناء الطواف، هز الكتفين ليس بالرمل وإنما رقص. ولم يشرع الله في طواف ابن بالبيت لم يشرع فيه الرقص، إنما شرع لهم الرمل وهو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى إن تيسر ذلك من غير مزاحمة أو مدافعة. هل شرعوا في هذا الرمل في جميع الأشواط الثلاثة؟ الجواب لا، وإنما في الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركنين اليمانيين. لما؟ لأنهم يغيبون عن أعين المشركين، حيث كان المشركون يجلسون على جبل قعيقعان وهو جبل الشامية وفيه دار الندوة، فبين الحجرين يغيب الطائفون عن أعينهم، فأمرهم النبي بالمشي إبقاء عليهم وإبعادا للمشقة والكلفة عن أصحابه. ولهذا يأتي سؤال، لما لم يشرع لهم عليه الصلاة والسلام الرمل في جميع الأشواط السبعة كلها؟ لم يشرع لهم ذلك إبقاء عليهم، هذا واحد. وثانيا لحصول المقصود بالأشواط الثلاثة، بدليل أنه أذن لهم أن يمشوا بين الركنين. وكذلك الاضطباع، الاضطباع سنة متعلقة بطواف المحرم، أما غير المحرم من أراد سبعا أو طواف نافلة لا يشرع له الاضطباع ولا أن يشمر ثوبه. بهذه الصفة أذهب عليه الصلاة والسلام من انتشر عند أهل مكة أنه عليه الصلاة أن النبي والمؤمنين أوهنتهم حمى يثرب، حتى قال بعضهم أين حمى يثرب هذه التي أضعفتهم، إنهم كالظبا، أي في ركضهم وفي رملهم وفي اضطباعهم. وبقيت سنة لأن النبي حج بعدها واعتمر بعدها وكان يضطبع وكان يرمل. مما نراه من الناس الآن في هذا الزمان أنه يضطبع من حين ما يحرم، وأكثر المحرمين من أول ما يحرم من الميقات يضطبع، هذا الفعل خلاف السنة، بل يوقعه في النهي لأنه يصلي الصلوات وأحد عاتقيه مكشوفا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه، بالتثنية، وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. بقيت سنة واستمر عليها العمل مع زوال سببها، كما أن السعي بين الصفا والمروة سنة، وأصل مشروعيته فعل من؟ فعل هاجر، لكنه بقي شعيرة من شعائر الله في الحج والعمرة. وقعيقعان وجبل أبي قبيس هما الأخشبان، الجبلان اللذان يستوعبا مكة وقتئذ. سمي قعيقعان بهذا الاسم لأنهم كانوا إذا أرادوا قتالا في الجاهلية قعقعوا فيه أسلحتهم فاجتمع الناس، وهو المسمى الآن بجبل الشامية الذي في سفحه جبيل صغير هو جبل المروة، وجبل أبي قبيس في سفحه جبل صغير هو جبل الصفاء، اللذان جعلهما الله جل وعلا من شعائر الله في الطواف بينهما، أي في السعي بينهما. نعم، أثابكم الله. ومعلوم أن مكة شرفها الله، فيها شعائر الله، وفيها بيته الذي أوجب الحج إليه، وأمر الناس باستقباله في صلاتهم، وحرم صيده ونباته، وأثبت له من الفضائل والخصائص ما لم يثبته لشيء من البقاع. نعم، مكة سميت مكة لأن الله بكى أو مكة بها قلوب الجبابرة، تسمى مكة وبكة، وهي أم القرى، وهي المسجد الحرام، وهي المشعر الحرام،
وهي خير البقاع، تنوعت أو تعددت أسماؤها لما جعله الله فيها من الفضائل والخصائص، وهي أفضل بقعة على وجه الأرض كما سيأتي. جعل الله لمكة فضائل، من فضائلها أن الصلاة فيها مضاعفة، 100,000 صلاة قبلت من العبد. وجعل الله فيها أيضا خصائص، فمن خصائصها أنها اشتملت على بيت الله العتيق، إن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة، فهو عتيق لقدمه لأنه أول المساجد، وهو عتيق لنفاسته ومكانته، يقال هذا شيء عتيق لمكانته، وهو عتيق أي معتق، أعتقه الله عن الظلمة من الملوك والجبابرة، أرادوه بسوء لكن الله أعتقه منهم، ومن هؤلاء الحبشي أبرهة. من خصائص مكة أنها كلها حرم، أن مكة كلها حرم، وأن تحريمها من الله لا من الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس. من خصائصها أن من أراد فيها مجرد عزم على الإلحاد فإنه متوعد بالعذاب ومقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجل بعدن أبين، عدن أبين قاعدتها زنجبار في جنوب اليمن، لو أن رجل في عدن أبين هم بإلحاد في الحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم. ما سوى الحرم إذا هم الإنسان بالسيئة لا تكتب له سيئة حتى يعملها، فإن تركها من جراء الله كتبت له حسنة، وإن تركها من جراء الناس كتبت عليه سيئة باعتبار أنه تركها للناس لا باعتبار أصل الهم والعزم. من خصائص مكة أنها لا تحل لقطتها، وما سواها من البقاع فإن اللقطة تحل لمن عرفها كم سنة. من خصائصها أنه لا ينفر صيدها، الصيد الزاحف أو الطائر أو اللي يمشي في الحرم معصوم ومحترم. من خصائصها أنها لا يخبط شجرها الأخضر ولا يحش حشيشها الأخضر إلا الإذخر الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما يبس أو ما استزرعه الآدمي في الحرم فله أن يقصه ويأخذه. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح والمغفر على رأسه ويكاد المغفر يصيب رحلة من خضوعه وخشوعه وتعظيمه الله في حرمه، ثم قال: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، لا يحش حشيشه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته إلا لمنشد. فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، وهو حشيش أخضر ينبت في سفوح أودية مكة، إلا الإذخر فإنه لقيننا وقبورنا، لبيوتنا وقبورنا. قال عليه الصلاة والسلام مستثنيا: إلا الإذخر. هذه من خصوصيات مكة. من خصوصياتها أن الصلاة فيها مضاعفة 100,000 صلاة، وليس هذا لأي بقعة في الدنيا. من خصوصيات مكة أنه لا يجوز أن يطاف بمكان أو يسعى بين جبلين إلا في شعائر الله في مكة. وفي مكة جمع الله شعائر الله،
ففيه الكعبة هي أعظم الشعائر، أمرنا بالطواف بها وباستقبالها تعظيما لله لا تعظيما لهذه البنية. فيها من الشعائر أيضا ماذا؟ السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فيها من الشعائر أيضا غار حراء، صح؟ لا تهزون رؤوسكم، لا تدربون رؤوسكم. نعم، هل غار حراء من شعائر الله؟ لا. بعض الناس يدرب يد ميجة. ليس غار حراء من شعائر الله، ولا جبل النور ولا جبل ثور، ليست من شعائر الله، لأننا لم نؤمر فيها ولم يشرع لنا فيها عبادة. والعجب، عظيم العجب، من يهمل شعائر الله ويذهب يستتبع هذه المشاهد يتعب نفسه بها. ما هو بعجب؟ اصبر، ما هو بعجب هذا؟ ذهابه إلى جبل النور يتعبه بدنيا وماليا، ثم صعوده ساعة إلى أعلى الجبل للغار يتعبه ماليا وبدنيا. لو أنه بقي في الحرم وطاف وصلى وقرأ القرآن، أعظم لأجره ولا ما هو بعظم؟ ذهابه إلى عرفات يتمشى فيها ليس من شعائر الله. أما الوقوف بعرفة يوم عرفة فهو من شعائر الله، ولهذا عرفات تسمى بالمشعر إيش؟ الحلال. عرفات المشعر الحلال. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن عرفات مشعر حلال، مشعر لأنه من شعائر الله، والحج عرفة يقول عليه الصلاة والسلام، وحلال لأنه خارج حد الحرام، خارج حد الحرام. المزدلفة مشعر حرام، متى؟ في الحج ولا في العمرة؟ في الحج فقط ليس في العمرة، ولهذا يجب على الحجاج أن يزدلفوا إليها بعد عرفة ويبيتوا بها. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نبينا عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر في موضعه الذي بات فيه من مزدلفة في أول وقتها، فرغ من صلاته فجاءه عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، في رواية من جبلي طي، يعني من أجا وسلمى، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. كم بين جبلي طي ومكة؟ بالأيام شهر، وبالمسافة كم بين حائل ومكة؟ أقرب الحساب. 1000 بين حائل ومكة 900 كيلو. يقول: ما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي صلاة الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. منى من شعائر الله، ولهذا أمرنا بالبقاء بها والمبيت بها، أمرنا بالمبيت بها ورمي الجمار يوم العيد، والحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، والثالث عشر لمن تأخر. وشرع لنا فيها ماذا؟ ذبح الهدي. فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر، يقول عليه الصلاة والسلام. إذن اشتملت مكة على شعائر الله عز وجل، هذه الخصائص والفضائل جعلتها أفضل بقاع الله، وهذا في قول جماهير العلماء أن مكة أفضل البقاع لهذا الأمر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لما وقف على الحزور والتفت إلى مكة وعيناه تدمعان، عليه الصلاة والسلام قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، صلى الله عليه وسلم. نعم، ثابكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وفي رواية: وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. قال الترمذي: حديث صحيح. إذن هي خير أرض الله، هذا واحد، وثانيا هي أحب أرض الله إلى رسول الله وأحب أرض الله إلى الله، فهذا صريح في أن مكة أفضل البقاع. ذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك إلى أن المدينة أفضل من مكة، لأن الله جعلها مهاجر نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا قول له حظه من النظر، لكن الصحيح أن مكة أفضل، والمدينة لها فضل لكن لا تبلغ بفضلها مكة. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة اختار اختيارا لطيفا، فقال: أفضل البقاع إلى العبد، أفضل البقاع إلى الله ما زاد فيه إيمان العبد، فإن البقاع لا تزكي أحدا. وصدق رحمه الله، البقاع ما تزكي أحدا، عاش في مكة ومات فيها أئمة الكفر، أبو جهل وأمية بن خلف وأبو لهب ومن قبلهم ومن بعدهم، وفي المدينة عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فالبقاع لا تزكي أحدا، وأفضل البقاع عند الله ما زاد فيه إيمانك أيها المؤمن. الصحابة رضي الله عنهم هل تقوقعوا في المدينة ومكة أو خرجوا في أنحاء الدنيا؟ خرجوا دعاة ومجاهدين ومبلغين دين الله جل وعلا، دل على أن أفضل البقاع للعبد ما زاد فيه إيمانه. كم من لابث في مكة وفي المدينة والمدينتان تتبرآن منه وتلعنانه، إذن العبرة ما زاد فيه إيمانك. هذا كله يا أيها الإخوة استطراد من الشيخ في مسألة أننا لا نعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثابكم الله. فإذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بركنين، أن يتمسح إلا بركنين اليمانيين لكونهما على قواعد إبراهيم، ويقبل الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في الأرض، فلا يقبل سائر جدران الكعبة، ولا يقبل مقام إبراهيم، ولا يقبل مقام إبراهيم هناك، ولا يتمسح به، ولا يقبل مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي إليه، ولا يتمسح به، ولا يقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح به. فمعلوم أن قبور سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد مثل ما بالشام وغيرها من الأمكنة التي يقال إنها مقام إبراهيم أو المسيح أو غيرها، كمقام إبراهيم وكمغامرة الدم وكمغارة الدم وكالربوة. لا، هذه نبينها الآن، لكن نقف عندها المسألة هذه. يقول الشيخ: فإذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بالركنين اليمانيين، لم يشرع لنا على لسان رسول أن نتمسح بالركنين الشاميين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، حيث قصرت النفقة بقريش فلم يكملوا بناء البيت على قواعد إبراهيم، قصرت بهم النفقة وحطمت بهم النفقة فقصرت، فجعلوا هذا القوس الذي يحمي البيت من حده الشمالي، ولم يشرع لنا سبحانه أن نقبل إلا الحجر الأسود لأن النبي قبله. لو قبل إنسان الركن اليماني يشرع تقبيله؟ لا، لأن الركن اليماني ليس له إلا سنة واحدة، ما هي؟ أن يمسح يده به من غير تقبيل ومن غير تكبير ومن غير إشارة. إذا كان الركن اليماني لا يشرع تقبيله
ولا الإشارة إليه ولا التكبير عند محاذاته، فهل يشرع أن نقبل شيئا من جدران البيت أو نتعلق بها أو نتمسح بها أو نضع عليها جنوبنا وخدودنا وبطوننا وصدورنا؟ الجواب لا، لأن الله لم يشرع ذلك لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ولا على فعله. كذلك لا يشرع لنا أن نقبل الحجر الأسود وتتمسح به، والناس الآن ما يقبلون الحجر وإنما يتمسحون بالسياج الزجاجي الذي على الحجر، الزجاج المعدني، ولا يشرع لنا أن نتمسح بجدران المسجد ولا بأعمدته ولا بأقواسه ولا بجبل الصفا ولا بجبل المروة. انظروا كيف الشيطان لعب بكثير من الناس حتى عظم في أعينهم ما لم يعظمه الله، وشرع لهم من البدع ما لم يشرع به الله. يتمسحون بالجدران، جدران المساجد وشبابيكها وأعمدتها، يتمسحون بالمقام، مقام إبراهيم، يتمسحون بالكعبة، ولم يشرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نمسح بأيدينا على الركن اليماني بلا تقبيل ولا تكبير ولا إشارة، وعبد الحجر الأسود أن نقبله وأن نسجد عليه، نضع عليه خدودنا وجباهنا وشفاهنا ونستلمه بشيء معنا بعصا أو بغيرها، ونقبل هذا المستلم ونشير إليه ونكبر عند الإشارة إليه. إذن لا نزيد ولا نبتدع ولا نحدث في دين الله ما لم يشرع به الله، ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: أصبحوا يقبلون المساجد والجدر والأعمدة، بل يقبلون الشباك الذي على حجرته، على حجره عليه الصلاة والسلام، ويقبلون منبره ومحرابه، وتوسعوا حتى قبلوا آثار الصالحين وتمسحوا بها. ولهذا يقول الشيخ: ولا يتمسح به ولا يقبل مقام النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي فيه. ما هو مقام النبي الذي يصلي فيه؟ محرابه في مسجده، ولا منبره، ولا يتمسح بهما، ولا يقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح به. لماذا؟ لأن الله لم يشرع لنا ذلك. فمعلوم أن قبور سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد مثل ما بالشام وغيرها، التي يقال أي يزعم أنها مقام إبراهيم أو مقام المسيح أو غيرها، شيخ الإسلام يقول: لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام وقبر عيسى إذا دفن مع النبي. واختلفوا في الخليل الذي في بيت المقدس، أفيه قبر الخليل صراحة أو لا؟ وما سوى ذلك مما يزعم من قبور الأنبياء فلا صحة له، لا قبر يونس بن متى عليه السلام في نينوى في شمال الموصل، ولا قبر هود، ولا قبر لوط التي تزعم في حضرموت وفي بلاد عمان، ولا قبور غيرهم من الأنبياء. الناس تعلقوا بهذه الأماكن لأن أصحابها معظمين في قلوبهم، فزاد الشيطان في قلوبهم من تعظيمه حتى أوقعهم بهذه البدع، أوقعهم بهذه البدع في تعظيم هذه المشاهد، كمقام إبراهيم اللي في الخليل، وكمغارة الدم، مغارة الدم التي يزعم أن فيها دم الصالحين أو كذا، وكالربوة التي يقال إنه كان بها المسيح وأمه، وهذه الربوة في طرف بيت المقدس حتى عظمها النصارى وبنوا عليها أبنية وهي في مرتفع، والله جل وعلا يقول: وآويناه إلى ربوة ذات قرار. لكن ليس معناها أن تعظم هي وغيرها. قال: وكطور موسى، جبل الطور الذي في سيناء، طور موسى لأن الله وعد موسى عنده، ووعدناه جانب الطور الأيمن، وغار حراء الذي في مكة، وغيرها من الجبال والمغارات
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة رضي الله عنهم وغيرهما، أي قبور غيرهم، لا تعظم ولا يتمسح بها ولا تقصد، وكصخرة بيت المقدس وغيرها أولى، لا يقبل شيء من ذلك. لماذا؟ لأن الله لم يشرعه لنا، لا يستلم باليمين أو باليد ولا يطاف به، فلا يكون شيء من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين ولا بمنزلة الحجر الأسود الذي شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نفعل فيه ما شرع. وجاء في حديث ابن عباس موقوفا: الحجر الأسود يمين الله في أرضه، فمن استلمه فكأنما استلم يمين الله، كأنما، ليس أنه حقيقة يمين الله، لأن يمين الله يده اليمنى وهي صفة من صفات ذاته، أما الحجر الأسود فهو مخلوق، لكن هذا من باب التشريف للحجر، أن من استلمه فكأنما استلم يمين الله. ولهذا روى ابن خزيمة والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الركن يوم القيامة، أي الحجر الأسود، أعظم من أبي قبيس، أعظم من جبل أبي قبيس، الجبل المشهور في شرقي الكعبة، له لسان وشفتان، يتكلم عمن استلمه بالنية، أي صادقا، وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه، يعني فكأن من استلم فكأنما استلم يمين الله عز وجل. نعم، ثابكم الله. ولهذا قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. يقبلك لما قبلتك. نعم، ما قبله عمر وما قبله الصحابة رضي الله عنهم إلا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قبلاه. ولهذا لما لم يستلم ولم يقبل أركان البيت الأخرى لم يفعلوها رضي الله عنهم، إنما يتأسون بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن فعله تشريع، إلا ما دل الدليل على خصوصيته. نعم، أثابكم الله. يدل على أنه ليس من الأحجار ما يقبل، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع تقبيل شيء من ذلك. نعم، والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، كذب مفترى باتفاق أهل العلم، وإنما هذا من قول عبادي الذين يحسنون ظنهم بالحجارة، وقال تعالى لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال الخليل: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم، الحديث الذي يرويه بعض الكذابين، كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا على المؤمنين، ولهذا الكذب على الرسول كذب عظيم وكثير، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد غيري، ومن قال علي ما لم أقل في رواية: ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. يقولون فيما يروونه أن النبي يقول: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، هذا من الكذب الذي ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح نسبته إليه، بل جاءت الأدلة بخلاف هذا. أحسن المشركون ظنهم بالحجارة وبالتماثيل وبالأصنام، هل نفعهم الله بها؟ الجواب: لا، بل أرداهم الله بها. قال: كذب مفترى باتفاق أهل العلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من قول عبادي الأحجار الذين يحسنون ظنهم بالحجارة، عباد القبور، عباد المقامات، الذين أحسنوا ظنهم بالحجارة يكذبون هذا الكذب، فهذا من وضع المشركين عباد الأوثان. الله يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم يعني حجارتها،
أنتم لها واردون. ما الذي عبدوا من دون الله؟ عبدوا الأحجار والتماثيل والأصنام، جعلها الله حصبا لجهنم، أي حجرا لها. أين طيب اعتقادهم أن من اعتقد من أحسن ظنه بحجر نفعه الله به، والله جعلها إيش؟ في النار. قال جل وعلا: يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فجعل الحجارة وقودا للنار. أين ظنهم أنها تنفعهم؟ قال الله جل وعلا عن إبراهيم: يا أبتي، وأبوه ما اسمه؟ آزر، يصنع الأصنام. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهي الأصنام الحجارة. طيب آزر ما اعتقد أنها تنفعه، هل نفعته؟ هذا يبطل ما كذبوا به على النبي عليه الصلاة والسلام. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فجعلها غير نافعة، بل في حقيقتها ضارة لأهلها لما عبدوها. أما لو اتخذها الإنسان بناء نفعته، ما ضرت بالبناء عليها واتخاذها أساسا. نعم، ثابكم الله. وقال تعالى عن عباد العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وذكر ما العجل؟ العجل وش هنا؟ من الذي صنعه؟ السامري. صنعه من أين؟ من حليهم، أخذ حلي حريمهم وأذابه وشكله على هيئة عجل، لكنه مجوف، له دبر وله فم، فإذا دخل فيه الهواء أصدر صوتا، له خوار، له صوت. هذا العجل الذي من ذهب ومعه فضة من حليهم، هل يسمع إذا خاطبوه؟ هل يتكلم؟ أبدا. قال الله جل وعلا عائبا عليهم: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. طيب هو يصدر صوت من دخول الهوى من جوف من دبره وخروجه من فمه، وليس هذا الصوت بالكلام، له خوار، لكنه نفى سبحانه أنه يكلمهم. فإذا كان هذا الذي ما يتكلم كيف ينفع؟ كيف الحجارة؟ نعم، ثابكم الله. وذكر تعالى عن الخليل أنه قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون. وفي الموضع الآخر: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية من سورة الأنبياء ذكر الله فيها هذا الخبر، أن الله عاب عليهم اتخاذ التماثيل. ما هذه التماثيل؟ أي الأصنام التي أنتم لها عاكفون. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن هم فعلوا ذلك اتباعا وتقليدا ومشاكلة ومشابهة لآبائهم. أقام الحج عليهم أنها لا تنفع ولا تضر، بل إنه لما كسر أصنامهم علق الفاروع والفأس في كبيرهم، كبير التماثيل. قال: فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا: هذه ما تنطق وتتكلم. فرجعوا إلى أنفسهم، قال: كيف نسأل شيء ما تكلم؟
فإبراهيم قال إذا كانت لا تتكلم كيف تعبد؟ فضلا أن تنفع وتضر. ما النتيجة؟ أنها لا تستحق العبادة لأنها لا تنفع نفسها ولا تضر غيرها، فكيف تعبد؟ ولهذا قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هؤلاء المشركون أحسنوا ظنهم بالحجارة بالتماثيل ولا ما أحسنوا الظن؟ طيب هل لما أحسنوا بها الظن هل نفعتهم؟ ضرتهم. إذن قولهم من أحسن ظنه بحجر نفعه الله به قول باطل يخالف القرآن ومكذوب على سيد الأنام والواقع يكذبه، والله أعلم. أثابكم الله. وفي الموضع الآخر أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما يحسن العبد ظنه بربه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه خير منه خير منه. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. نعم، قولهم من أحسن ظنه بحجر نفعه الله به قول باطل، فلا يصح نسبته للنبي لأنه مكذوب على نبينا عليه الصلاة والسلام من وضع الوضاعين، وهو أيضا في نفسه غير صحيح كما سبق بالآيات أن أولئك اعتقدوا أن التماثيل والأصنام والحجارة تنفعهم وأحسنوا الظن بها ولم تنفعهم. إذن ما الذي ينفع من حسن الظن؟ حسن الظن بالله، هذا هو الظن الذي ينفع صاحبه، لا ظنه بالحجارة وبالتماثيل وبالبقاع والمغارات والأبنية، وإنما الذي ينفعه حسن ظنه بالله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. إذن حسن الظن إنما يكون بالله جل وعلا. وفي حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما في صحيح مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله، في رواية وهو يحسن الظن بالله. قالوا وفي هذا تقييد لما ذكر من أن الخوف والرجاء كالجناحين يطير بهما المؤمن إلى الله. ما التقييد؟ أنه في حال الصحة والأمن يغلب الإنسان جانب الخوف من الله ليحجزه هذا الخوف عن الوقوع في محارم الله وتضيع فرائضه. وفي جانب المرض والخوف والاحتضار يغلب جانب إيش؟ حسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بربه. وليس معنى حسن الظن ترك العمل، ولا معنى الخوف اليأس والقنوط من رحمة الله. إذا غلا الخوف وزاد أوصل إلى القنوط واليأس، وإذا غلا الرجاء وزاد عن قدره المعتاد أورث العبد ماذا؟ التساهل والتهاون في أوامر الله وفرائضه ونواهيه، بل يبقى المسلم على وسط، ففي حال الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء، وهما كالجناحين لا ينفك عنهما الطائر، لو تعطل أحد الجناحين سقط، هما كالجناحين في مسيره لربه سبحانه وتعالى. نعم، والمقصود أو بالجملة، نعم. أثابكم الله. وبالجملة فهذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين أن العبادات مبناها على توقيف الرسول وطاعة أمره والاقتداء توقيف الرسول
على توقيف الرسول وطاعة أمره. أليس من حقه أن نصلي وأن نسلم عليه؟ اللهم صل وسلم. على توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون واجبا أو مستحبا، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة باتفاق المسلمين. ومن اعتقد مثل ذلك عبادة كان جاهلا، وإن ظن أن ذلك تعظيم لمن يجب تعظيمه، فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا أو مستحبا. نعم، يلخص لكم الشيخ الآن هذه المقدمة العظيمة التي هي مستمسك أهل التوسلات البدعية والتعلقات الشركية والتعظيمات المحدثة التي أورثتهم إما بدعاً أو شركاً وكفراً. قال وبالجملة، أي باختصار، فهذا أصل متفق عليه بين أئمة الدين، يعني مجمع عليه إجماعاً لا يحل خلافه ولا يجوز مجانبته، أن العبادات مبناها على توقيف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره. توقيفه يعني على تشريعه، توقيفنا بمعنى التشريع، يوقفنا الرسول على هذه العبادة، لأنه ليس لنا أن نعبد الله بما لم يشرعه الرسول. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ النصارى زعموا أنهم يحبون الله، نصارى نجران بالخصوص، فنزل الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا ليس العبادات مبناها على التشهي والتذوق ولا على التمني، وإنما مبناها على التوقيف، ما شرعه الرسول نفعله، ما لم يشرعه لا نفعله. وطاعة أمره والاقتداء به، فلا يكون شيء عبادة إلا إن شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون عبادة واجبة أو مسنونة. العبادة الواجبة مثل ماذا؟ مثل الفرائض، هذه عبادة واجبة. العبادة المسنونة مثل النوافل، هذه شرعها الرسول. إذن لا تكون العبادة عبادة إلا بمشروعية الرسول لها، سواء كانت واجبة إما فرضا أو واجبا، أو أنها مستحبة أي مشروع أي مسنونة، وهي السنة بمعنى ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة باتفاق العلماء، اتفاق المسلمين. ما ليس بواجب مثل ما ليس بواجب ولا مستحب مثل المباح أو المكروه فليس بعبادة إلا بترك المكروه. ومن اعتقد مثل ذلك عبادة كان جاهلا. مثاله الذهاب إلى غار حراء أو جبل ثور، هل هو مشروع؟ هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ الجواب لا، إنما أمر عادي. من اعتقد الذهاب عبادة فهذا جاهل، وشرع عبادة لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام. هل له أن يذهب إلى هناك؟ نقول لماذا يتعب نفسه؟ إن كان مراده التفرج فلا حاجة إلى أن يتفرج، لأن النبي حج واعتمر وحج معه أصحابه، ما قال يلا خلنا أوريكم غار حراء اللي تبتلت فيه، ولا غار ثور اللي كنيت فيه أنا وأبو بكر، لم يفعل ذلك. لو كان فيه نفع لهم أو تذكير لهم لما فوته عليهم ولا أرشدهم إليه ودلهم عليه صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر كانوا يذهبون إلى الشجرة التي حصل تحتها بيعة الرضوان، وهي شجرة سمرة، فلما رأى عمر الناس يذهبون إليها قطعها تعظيما للعقيدة وتعظيما للإيمان وسدا لذرائع الشرك ووسائله، لأنهم بذهابهم إليها يعظمونها ويألفونها
ثم شيئا فشيئا إلى أن تكون مشروعة لهم، فقطعها رضي الله عنه وأقره الصحابة على ذلك. يقول الشيخ: ومن اعتقد مثل ذلك عبادة كان جاهلا. طيب، كان جاهلا وتصير عبادة؟ الجواب: ما تكون عبادة، ولو اعتقدها عبادة فهي مردودة عليه، وإن ظن أن ذلك تعظيم لمن يجب تعظيمه، إن ظن أن هذا تعظيم للرسول أو أثار الرسول فهذا الظن ليس في محله ولا يسوغ له جعلها عبادة، فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبا أو مستحبا، أي مشروعا. فالمشروع يشمل النوعين: الواجب في نفسه والمستحب في نفسه، مما دل عليه الشريعة أنه كذلك. ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعده بعد الصلاة، وإلى ما تيسر من الأسئلة.